السلام عليكم. الدفاع الإيرانية، دول عديدة بينها أوروبية تريد شراء مسيراتنا، ولم يتم إلغاء الصفقات مع روسيا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائنيك أن دولا عديدة قدمت طلبا لشراء طائرات مسيرة إيرانية، من بينها دول غربية وأوروبية، وامتنعت طهران عن ذكر أسمائها. وحول مسألة شراء الأسلحة الأجنبية من قبل إيران، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: لتلبية احتياجات القوات المسلحة نعطي أولوية للقدرات المحلية، ولكن في الحالة التي تكون هناك حاجة إلى إمدادات أجنبية لتكملة الأسلحة والمعدات المحلية، خاصة فيما يتعلق بمجال القتال الجوي، فهذه القضية منذ الفترة الماضية كانت مدرجة في برنامج التوريد الخارجي التابع لوزارة الدفاع، الذي وصل بعضه إلى المرحلة النهائية، لكن عملية عقود توريد الأسلحة الأجنبية طويلة. وأضاف: فيما يتعلق بالصفقة التي أجريناها مع دول أخرى مثل روسيا في الماضي، لم يتم إلغاء أي منها، بل كل منها تمر بعملياتها الخاصة. وأزاحت إيران الستار عن عدد من الأسلحة الجديدة خلال معرض يوم الصناعات الدفاعية الثلاثاء الفائت بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأكد سيرغي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير، وشدد على أن التعاون العسكري التقني مع روسيا وإيران قانوني تماما ويتوافق تماما مع الالتزامات الدولية الروسية الإيرانية على السواء. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.